الخدمة، وكذلك 32 مركز للرعاية الأولية بسبب الاستهداف ونقص الوقود بل ونفاذه تماما من هذه المؤسسات. وهنا نؤكد بأن مستشفيات قطاع غزة باتت متكدسة تماما بالجرحى من الحالات الخطيرة والحرجة والمعقدة، وبتنا نفقد يوميا العديد من هؤلاء الجرحى لأنه لا يتوفر أي تدخلات علاجية أو قدرات علاجية لهم في مستشفيات قطاع غزة. ولا زال الاحتلال الإسرائيلي يتقصد ويتعمد منع خروج الجرحى من شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة ومنه إلى معبر رفح البري، ولذلك هو استهدف قافلة الجرحى بالأمس وتعمد استهدافها واعترف بهذا الاستهداف. وهنا نؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد إرهاب المنظومة الصحية وإرهاب الطواقم الصحية والجرحى بقصف محيط المستشفيات وكذلك أيضا بوابات المستشفيات، حيث بالأمس كان استهداف لبوابة مستشفى الشفاء وراح ضحية هذه المجزرة التي ارتكبت بحق قافلة الجرحى والنازحين والطواقم الطبية عند بوابة الشفاء 15 شهيدا وأكثر من 60 جريحا من الطواقم الطبية والنازحين وكذلك الجرحى. واليوم صباحا أيضا تم استهداف بوابة مستشفى النصر وتم استشهاد 2 من المواطنين وكذلك عدد من الإصابات.